يترقبها عشاق كرة القدم بشغف وينتظرون بزوغ نجمه الجديد. كأس الخليج 23 بالكويت كانت البداية الجديدة ونجح فيها بالعلامة الكاملة ورفع الكأس الثانية في تاريخه، وبعد أيام أمامه تحدي جديد في كأس آسيا بالإمارات هذه المرة. المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض نهائيات كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، لم ينجح 3 مرات، فماذا سيفعل في الرابعة؟ ملف مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا وهو يحمل لقب الخليج يراه البعض ملفا ساخنا، ويتعامل معه الوهيبي بهدوء شديد كعادته، وملفات كروية أخرى ساخنة مع رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي الذي يظهر معنا لأول مرة في برنامج فار. نرحب بالشيخ سالم الوهيبي ضيف هذه الحلقة من برنامج فار. شيخ سالم، نجحت في تحقيق كأس الخليج في الوقت الذي لم يكن أحدا يتوقع أن يتحقق ذلك، فكيف الوضع اليوم؟ كيف الوضع سيكون مع كأس آسيا وفي بطولة أصعب وأقوى والمنافسة فيها شرسة؟ مرحبا وسهلا بك شيخ. أولا شكرا أخي سالم، شكرا على اللقاء. كأس الخليج اللي مرت علينا في الكويت، نعم، كانت أول بطولة في الاتحاد الجديد. طبعا احنا استلمنا الاتحاد وكان المنتخب في وضع أنت أدرى فيه، نعم، والكل يعني ما كان وضع المنتخب. جينا حتى أنا في رؤيتي الانتخابية قلت إن يعني هدفي الأول كان رجوع المنتخب للواجهة. صحيح، وهذا ما تحقق بعد فترة قصيرة. الحمد لله تحقق بجهود الجميع، يعني إخواني أعضاء مجلس الإدارة والأندية والإعلام. اشتغلنا بهدوء. أول شيء تعاقدنا مع المدرب بن فلبيك. أنا يعني على ثقة بهذا المدرب، ثقة كبيرة. من قبل ما جاء عمان كان هو مدرب منتخب آسيا في 2007-2008. صحيح. وفي مرة قلت أتمنى أن هذا المدرب أشوفه في سلطنة عمان، في أحد من الإخوان راح يتكلم فيها فيما بعد. نعم، هو كان إذن في من ضمن أجندتك قبل الانتخابات. قبل الانتخابات. ما شاء الله، هذا سر أول مرة تعلن عنه شيخ. نعم. وكان بيني وبين المدرب تواصل يعني من فترة يعني. الحمد لله قدرنا نوقع معه في فترة قصيرة بصراحة، يمكن شهرين كنا في التفاوض وإلى آخره، والحمد لله. أول ما جاء هو عمل مؤتمر بصراحة، يعني أنتوا كنتوا حاضرين أعتقد، مع بعض الإعلام كان حاضر. قال أنا هدفي كأس الخليج، صحيح، ثم بناء منتخب لآسيا ثم لتصفيات كأس العالم. صحيح. تحقق الأول، وهو الفوز بكأس آسيا. الفوز بكأس الخليج. خليج. نعم صحيح. الحين نحن على أبواب يعني خلال أسبوع عشر كأس آسيا، نعم، بعد ساعات كأس آسيا يعتبر يعني. نعم. كأس آسيا يختلف عن كأس الخليج. نعم. كأس الخليج إيش الاختلاف وما هي التوليفة اللي عملها الشيخ سالم الوهيبي وزملائه في اتحاد الكرة من أجل نيل كأس الخليج؟ هل هي نفس التوليفة ستكون وهي نفس يعني العمل الذي ينطبق أيضا على كأس آسيا؟ وهل سيختلف أيضا رؤية ووجه المنتخب في كأس آسيا هذه المرة شيخ؟ والله شوف، أنا ما أختلف معك في المقدمة اللي قدمتها أن المنتخب وصل ولم ينجح. نعم. لا، أنا أعتقد أنه نجح. أول شيء نجح في وصوله لكأس آسيا. الأداء اللي قدمه المنتخب في 3 بطولات الماضية، لكن لم يحالفه الحظ في الصعود. يعني شيخنا أتذكر في فترة من فترات المنتخب اللي هو كوكبة النجوم أو منتخب النجوم كما كان يطلق عليه، نعم، لم ينجح، يعني لم يتجاوز الدور الأول أقصد هنا. أو لم يتجاوز الدور، صحيح، لكن كنجاح أنا أشوف من وجهة نظري، نعم، وصل للنهائيات، أدى مباريات كبيرة، لكن لم يحالفه الحظ في الصعود، فمعنى أنه في فشل. نعم. إن شاء الله يعني البطولة القادمة اللي في أبو ظبي نتأمل أن المنتخب يعدي المرحلة المجموعات إلى المرحلة الثانية. نعم. أنا على ثقة. ما شاء الله. على ثقة في الجهاز الفني، بالجهاز الإداري، بالجهاز الطبي، وفي اللاعبين. وهو ممتاز. الأهم. يعني تفاؤلي يعني وثقتي في اللاعبين بسبب وجود مدرب. نعم. إنه جالس يشتغل على برنامج كأس آسيا. هو المدرب أعتقد صرح قبل فترة. نعم. إنه يعني
هو يفكر في آسيا ويفكر في تصفيات كأس العالم. لذلك لو معسكرات الأخيرة كان 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي. صحيح صحيح، ممكن ما بتشوفهم كأس آسيا، لكن هذا كان يعمل لبعيد لبعيد. نعم شيخ، أنت تؤمن بفبرك على ما يبدو. صحيح صحيح، وأعطيته كل المساحة للعمل. صحيح صحيح، ودعمته من الاتحاد ماديا ولوجستيا وإداريا. لماذا تعتقد بأنه فبرك يمكن أن ينجح في كأس آسيا أيضا؟ هل يملك أمور خاصة؟ هل خطواته التي نفذها حتى الآن تعطي مؤشر بأنه نحن يمكن أن نتجاوز الدور الأول كما أشرت؟ شوف، أول شيء أنه بيم مدرب كان مع منتخب أستراليا وكوريا في كأس آسيا، فيعرف نعم صحيح كواليس البطولة أصلا. نعم، وما هو غريب على 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 نهايات كأس آسيا. نعم، واحد. الشيء الثاني أنه اللي راح يعمله أو اللي وعد فيه واضح من بداية المؤتمر اللي جه، يعني كأس الخليج راح ينافس على البطولة، والحمد لله نافس والحمد لله فزنا بالبطولة. يعني الحين هو شوف، نحن لا هو ولا نحن أن نقدر نوعد بأن نحن راح اللي نوعد فيه أن راح المنتخب يدخل بالصورة مغايرة. المنتخب؟ المنتخب أيوه. كأس آسيا نعم صح، في مجموعة أصعب مجموعة اللي عندنا، اليابان، أوزباكستان، تركمانستان. أول مباراة مع أوزباكستان ثم مع اليابان. نعم، مجموعة قوية، منتخبات قوية، يعني من أفضل المنتخبات في آسيا. صحيح، ومن المجموعات الصعبة. المجموعة الصعبة. نعم. والكل النقاد يتحدث عن هذا الجانب. صحيح، لكن نحن عندنا ثقة في لاعبينا، لاعبينا قادرين أن يجاروا هذه المنتخبات. وهم أنت لو تلاحظ إنه الفترة الأخيرة الحماس الموجود مع اللاعبين من ذات نفسهم، إنه يريدوا يعملوا حاجة، يريدوا يثبتوا للعالم إن نحن قادرين نوصل نعم لأبعد من كأس آسيا. طيب أبو سعيد، هناك سر حدث قبل كأس الخليج بينك وبين فبرك. صحيح صحيح، ما هو هذا السر؟ هل يمكن الإصلاح عنه الآن بعد ما انتهى، يعني يخرج من الصندوق الأسود؟ تعرف كأس الخليج كانت نعم. هل تقام أم لا تقام؟ أم لا تقام؟ صحيح، هل تقام في قطر؟ هل تقام بسبب الأوضاع اللي حاصلة ما ندخل فيها، كنا نعم. عارفها يعني. وعملت القرعة، طيب نحن في مجموعة الأصعب اللي هي المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، منتخبات والإمارات. نعم، والإمارات في قمة عطائه. نعم، على أساس أنها تقام في الدوحة. نعم، لكن بعد فترة انتقلت إلى نعم تغير بسيناريو جديد إلى إلى الكويت. نعم، فتعب بحكم أن رئيس الاتحاد فأعرف أول بأول ماذا حاصل يعني. نعم، فلما اتخذ القرار أنها تنقل البطولة إلى دولة الكويت، فسألنا هل نفس هل بتقام قرعة ثانية، نفس المجموعة أو في قرعة. فاتخذ القرار أنه لا تقام قرعة، أخذ نفس القرار. فجيت للمدرب قبل ما حد يعرف، يعني ما في أحد يعرف أن البطولة راح تنتقل، يعني كان في نوع من التسريبات وإلى آخره، لكن ما قلت له البطولة راح تقام. يعني هذا قبل حوالي 2 أسبوع أعتقد. نعم. ما نعرف هل تقام. نعم، كان وقت قصير. نعم، فكنا 2 أو 10 أيام جيت المدرب إذا تقيت معه، فقلت له البطولة راح تقام في الكويت بالمجموعة نفسها، نحن نكون نفس المجموعة نفسها. فضحك فقال لي إيش تقصد بالمجموعة؟ نعم، قلت المجموعة الأصعب. نعم، مجموعة صعبة. نعم، وكأس الخليج بالنسبة لنا نحن كأس عالم، وأوضاعها تختلف وتحديها تختلف عن كأس آسيا. نعم، نحن عايشناها ونعم. قال شوف، أنا لو ما عندي ثقة في هذا المنتخب أقول لك اليوم ننهي العقد وأنا راجع إلى بلد لهولند. ممتاز. قلت له متأكد؟ قال متأكد. فقلت له أنا عندي ثقة فيك. قال قبل ما أنت تكون لك ثقة فيك أنا أثق بنفسي. نعم. طيب أبو سعيد، بعد كأس الخليج تم التعامل مع فبرك بشكل مختلف، من تكريم، من أوسمة، من تجديد كذلك للعقد. صحيح، يستحق طبعا فبرك هذا الأمر. هل هناك شرط جزائي أو شرط إضافي لفبرك لقيادة المنتخب الآن في المرحلة الجديدة في كأس آسيا والمرحلة القادمة؟ لا، ما في شرط. لا يوجد شرط. نعم، يعني عليه
عليه أن يجهز منتخب للمستقبل، وعليه أيضا أن يقدم منتخب مميز في كأس آسيا، أليس كذلك؟ صحيح. نعم. أنت لو تلاحظ الحين منتخبنا يعني اللاعبين الكبار هم كابتن علي الحبسي وأحمد كانو. نعم. أما الباقيين كلهم يعني متوسط أعمار منتخبنا صغير. نعم. يعني المنتخب هذا إن شاء الله راح يمشي إلى يمكن 5 سنوات يعني. نعم، منتخب المستقبل. نعم إن شاء الله. طيب أبو سعيد، هل خططتم لكأس آسيا بشكل خاص؟ أنا متأكد طبعا لا أحد يذهب إلى كأس آسيا من أجل أن يكون متفرجا على مقاعد المتفرجين، صحيح؟ أكيد هناك تخطيط خاص. أنت أشرت أو لمحت في الحوار بأنك تذهب إلى أبعد من الدور الأول، وأنت تلعب في مجموعة صعبة في نفس الوقت كما أشرت، صحيح؟ إذا هناك تخطيط واضح ومحددات الجهاز الفني والمنتخب بأن يذهب أبعد من الدور الأول. خططتم لأبعد من الدور الأول؟ شوف أخي سالم، أنا بعد كأس الخليج بعد طموح كبر. طموح كبر. نعم. من الكل. نعم. من الوسط الرياضي، من الإعلامي، أنتوا نفس. نعم. من الكل. فبعد كأس الخليج، بعد الاحتفالات اللي صارت، جلسنا مع المدرب مواجهة كأس آسيا. كانت عندنا مباراة فلسطين. نعم صحيح. التصفيات. نعم. هل نكون الأخيرة التي كانت في مسقط. هل نكون يعني الفوز نكون تصدر المجموعة أو لا قدر الله أننا الحمد لله فزنا وطلعنا وكنا على رأس المجموعة. بعد هذا المدرب راح في إجازة لمدة أسبوعين أو ثلاثة ورجع، فجاب لنا تصور وبرنامج للنهائيات كأس العالم. نهائيات كأس العالم. آسف نهائيات عمل للبطولة كأس آسيا. اللي هي القادمة. القادمة. نعم. فمن ذاك اشتغلنا عليه لحد الحين، شفت المعسكرات كيف المدرب قام فيها، بدأ من الأردن لعب مباراتين في الأردن مع لبنان والأردن، ثم رجعت من لعب في قطر مع إكوادور وفلبين، رجع لعبنا هنا معنا. فكلها سلسلة من المباريات حقيقة لعبها حسب طلب المدرب. نعم. ولم يخسر فيها حقيقة الأمر، في أي مباراة في 11 مباراة لم يخسر المدرب. لم يخسر. نعم صح. في التفاوت في الأداء المدرب يجرب. نعم. لو لاحظتوا أنه في استدعي لاعبين ثم لكن يعني تلاحظ الرانكينج المنتخب يعني وصل للعاشر آسيوي الحين. صحيح. نعم. أعتقد الحين 84 عالمين. نحن 83 84. نعم صحيح. إيش يمثل لك أبو سعيد موضوع الرانكينج أو التصنيف الدولي في الفيفا للمنتخب الوطني؟ الآن قفز من 131 إلى 83 في غضون فترة قصيرة يعني تعتبر. ماذا يمثل هذا أيضا لك وللاتحاد والمنتخب؟ طبعا المنتخب يكون في الرانكينج هذا من أفضل المنتخبات في آسيا طبعا. نعم. شيء كبير يعني. أول شيء أنت نفسيا، أول شيء اللاعبين نفسهم. صحيح. للجهاز الفني يعني أنه نحن كتقييم كأعضاء مجلس إدارة أو أنتم كإعلاميين تقيموا المدرب أول شيء بالرانكينج المنتخب، المباريات اللي أداها يعني لو ما كان في أداء، لو ما كان في فوز، لو ما كان في تعادل المنتخبات الأقوى منه في الرانك كان ما وصلنا لهذا النتيجة. فهذا شيء أنا أشوفه شيء مريح يعني، شيء يدعو للتفاؤل. أستطيع القول بأنه أبو سعيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم راضون كل الرضا عن فبرك وعمله في الفترة القادمة. نذهب إلى الفار ونشاهد. تشكيلة المنتخب الكروي تشكيلة أعجبت البعض ولم تعجب البعض الآخر، لكنها هي التشكيلة التي اختارها الهولندي بن فيربيك الذي أعطي كامل الصلاحية بأن ينتقي ويختار. اتحاد الكرة يثق في فيربيك ثقة كبيرة، خاصة بعد نجاحه في اختبارين، الأول تحقيق كأس الخليج بالكويت والثاني التأهل من مجموعته متصدرا ليصل إلى كأس آسيا 2019. لكن الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة يملكان قناعة باختيارات تشكيلة المنتخب تمثل مزيجا ما بين الخبرة ودماء الشباب، والهدف هو بناء منتخب جاهز لمنافسات وتصفيات كأس العالم 2022 بالدوحة.
نعود إليكم من جديد لمواصلة الحوار مع الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، ونوجه له سؤالا مباشرا، وهو: هل تعتبر تحقيقكم لكأس الخليج يزيد من أعبائكم في كأس آسيا والتي سيلعب فيها المنتخب في مجموعته السادسة أمام منتخبات قوية مثل اليابان وأوزبكستان وتركمستان؟ هل هذا الفوز بكأس الخليج سيكون دافع أم سيكون عبء إضافي على اتحاد الكرة؟ تحدث الآن، سيكون عبء إضافي أم هو دافع لكم للعمل مجددا في كأس آسيا؟ والله إذا كانت تقول عن عبء فممكن، يعني يعتمد أنت كيف يعني قصتي، أن إذا كان أنا ما أشوف هذاك العبء نعم الكبير الكبير يعني، لكن ممكن يكون حافز. هو صحيح نحن رحنا كأس الخليج ما كانت علينا ضغوط، كنا ما كنا من المرشحين أبدا. صحيح، ممكن يقول لك دائما من يأتي من الخلف هو الأخطر. نعم. الحين رحنا رايحين لكأس آسيا أبطال الخليج، يعني البطولة في غرب آسيا. طبعا ما في بطولة غرب آسيا في الزون، بس كأس الخليج هي تعتبر نحن أبطال في نعم غرب آسيا إذا تأخذها بهذا المنطق. نعم. فطبعا بيكون علينا إعلامي، بيكون علينا ضغط، مش الإعلام العماني فقط، الإعلام الآسيوي يعني كأبطال خليج داخلين في مجموعة صعبة ولا هذا. لكن أعتقد شوف إحنا عندنا جهاز فني متمرس، جهاز إداري مشرف على المنتخب هو الدكتور جاسم، قادرين مع الأخوان الأعضاء الثاني أعضاء مجلس الإدارة قادرين أن نشتغل مثل ما عملنا في كأس الخليج، والحمد لله نجحنا في كأس آسيا. هو أهم حاجة أن نشيل لاعبيننا عن الضغوطات. نعم. نتعامل، أنت تعرف في كأس الخليج في البداية ما كان عن الضغوطات، رايحين منتخب مرشح حتى من الدائم. نعم. الإعلام الداخلي كان غير مرشح، مرشحنا يعني. نعم. طولة. لكن بعد ما عدينا المجموعة وصلنا دول أربعة زاد الضغط علينا من ثاني مباراة. صحيح. لكن قدرنا نتعامل، قدرنا نتعامل مع الـ كيف استطعت أبو سعيد التعامل مع الإعلام بطريقتك الخاصة في إدارة الإعلام كذلك في دورة كأس الخليج؟ وكيف استطعت أيضا أن تضع الإعلام كلهم في نفس الاتجاه حتى هذه اللحظة؟ يمشوا بنفس الاتجاه، يدعم المنتخب بنفس الاتجاه، هناك أصوات نشاز ربما قليلة جدا لا تحسب، ولكن أنا أرى بأنه منظومة الإعلام متجهة ومساندة لعمل الاتحاد والمنتخب. ما هو سر هذا العمل؟ يا سيدي ما هو سر؟ أنا أقول لك يعني شهادتي مجروحة في الإعلام ككل بغض النظر من لو هم كانوا طرف مساعد، والحمد لله اشتغلوا بالمنتخب بلدهم في الأخير يعني، وليس الاتحاد أو رئيس الاتحاد أو لا، هم مع المنظومة كاملة. ثاني شيء منتخبهم، منتخب العماني هو المشارك، فالحمد لله الكل، أنا أقول لك الكل وليس طلب من ذات نفسهم، وأشكرهم عليه يعني. والحين نفس الشيء حاصل كأس آسيا. نعم. أنا أقول الإعلام العماني الرياضي واعي وعارف ما هو دوره، ما محتاج حد يوجههم أو شيء، هم قادرين من ذات نفسهم، فأريد أقول ألف شكر. طيب أبو سعيد، المنتخب يلعب في مجموعة اليابان وأوزبكستان وتركمستان، وهي مجموعة يعني بعيدة أقصد عن الإعلام الخليجي اللي هو المؤثر المباشر، خلينا نقول نحن بعد الإعلام العماني، بعيدة عن تأثير الإعلام الخليجي المباشر في هذه المجموعة. يعني أنا أعتقد بأنه أيضا الصورة أو الأجواء مهيئة بأن يكون المنتخب بعيدا نوعا ما. هل تقصد أنه في منتخب عن الضغوطات؟ نعم، هذا اللي أقصده. نعم بالضبط، ما في دربيات. بالضبط. يمكن عامل مساعد طبعا يعني. نعم طبعا يساعد بأن يلعب المنتخب بعيدا عن الضغوطات الإعلامية. نعم. هو الضغط بيقع على المنتخب الياباني. نعم. آسيويا أو عالميا. نعم. المنتخب الياباني من الكبار طبعا، الكبار القارة. القارة يعني. وعلى مستوى العالم. مستوى العالم. نعم. لكن إن شاء الله نتأمل المنتخب يأتي دور كثير. طيب أبو سعيد، أنت جريتني إلى نقطة مهمة جدا اللي أسألك فيها، لأنه أيضا المدرب فيبريك مدرب منتخبنا أشار إلى اليابان، أشار إلى منتخب اليابان وقال بأنه
يعرف تماما كيف يتعامل مع منتخب اليابان، وأيضا هو سعيد بأنه بيلعب مع منتخب اليابان. كيف تقرأ هذا التصريح؟ لا هو المدرب يعني أعتقد بحكم قربي من المدرب أنه يعني يقول لما تلعب مع المنتخب اليابان، مع منتخب اليابان المجموعة هذه هاي شيء نعم يعطيهم دافع، يعطيهم حماس أكبر، يعطيهم فرصة لمقارعة كبار آسيا. نعم أعتقد هذا هو اللي هذا اللي يقصده. نعم. هذا يقصده. نعم وهو طبعا ضليع بمجموعة المنتخبات في آسيا، ودرب سابقا منتخب اليابان، ودرب كذلك منتخب كوريا، لا عفوا درب منتخب كوريا الجنوبية، ودرب منتخب أستراليا. نعم وهو أعتقد من أحد المدربين الأبرز في كأس آسيا كمعرفة لأدق تفاصيل كأس آسيا، يساعد ذلك في دعم المنتخب في هذه المهمة القادمة الأسيوية؟ طبعا نحن أنا وأخواني عبر المستر أول ما جينا أنه لنتعاقد مع مدرب كان أنه على علم بالكرة الآسيوية، أحد المعايير. نعم أحد المعايير كان. نعم. أهم حركة. نعم. نعم. لذلك لو تلاحظ أنت المدرب أنه في أصوات تقول يا أخي ليش ما جبت مباريات منتخبات أوروبية أو أمريكا الجنوبية؟ جلس. نعم. مع المدرب قال أنا أريد منتخبات آسيوية عشان هم المنتخبات اللي ألعب معها في آسيا. نعم أنا أريد ألعب مباريات تفيدني وليس للتسويق. هذا وجهة نظره. نعم. وأحترمها وأقدرها يعني. نعم. نحن لم نفرض عليه أي منتخب، هو حط معايير معينة للمباريات الودية اللي لعبها. نعم وبالفعل. أبو سعيد قبل ما ننتقل إلى الشق الآخر، أنت ذكرت كلمة لا نفرض عليه، هل ما يقال أو يشاع بأن هناك ضغط أو يفرض على المدرب أحيانا اختيار تشكيلة معينة أو اختيار، هل هذه الفلسفة أو هذه النقطة ما زالت في ذهن البعض، هل هي فعلا موجودة أم هي فقط مجرد؟ والله أنا ما أعرف أنها يعني أنا ما أعتقد أي مدرب في العالم راح يرضى مدرب يحترم نفسه أن أحد يفرض عليه. نعم. لاعب، وخاصة شخصية فيبرك طبعا. نعم. يعني خاصة بخبرة فهم بقوة شخصيته أن أحد يفرض عليه من ما كان يتشاور مع من؟ مع جهازه طبعا. ليس مع طبيعي هذا أمر طبيعي أو فريقه أو الإداري أو يتشاور يتناقش مع الجهاز المعاون. نعم. الجهاز الفني فقط. نعم أنا ما أدري لم يسبق لك أن فرضت لاعب لا 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 فرضت لاعب لا الأيام ولا قبل. إذا أبو سعيد خلينا أسألك السؤال قبل ما ننتقل إلى الجانب الآخر، ما هو مدى رضاكم كاتحاد للتشكيلة التي اختارها المدرب فيبرك لكاس آسيا، وهل هذه التشكيلة تحمل تطلعات مستقبلية وآنية في نفس الوقت؟ والله شوف قبل أنا ما أتكلم عن تشكيلة، أنا عندي ثقة في المدرب أولا، ثاني شيء هذا اللاعبين اللي اختارهم المدرب أنا عندي ثقة فيهم كبيرة يعني أنهم يعني فيها مزيج من الخبرة والشباب. نعم. وأعتقد من وجهة نظري يعني من أفضل اللاعبين الموجودين كان في الدوري المحلي أو كان اللي محترفين في بعض الدول يعني. نعم. أتمنى لهم التوفيق يعني، وأنا عارف إن هذا وأنا على ثقة وعارف إن هذا اللاعبين لن يخذلوا جمهورهم. نعم. إذن الشيخ سالم يؤكد بأن هذه التشكيلة هي التشكيلة النموذجية رغم كل ما قيل وسيقال، ولكن نذهب إلى الفار ونتابع. العودة إلى الواجهة الكروية كانت أحد عناوينه الرئيسية في رؤيته الانتخابية. نجح في أن يقفز بالمنتخب الوطني الأول من المركز 31 بعد 100 إلى المركز 82 في التصنيف الدولي خلال وقت قياسي، وقبل ذلك أعاد المنتخب إلى الواجهة الخليجية عندما حقق لقب كأس الخليج 23 بالكويت للمرة الثانية في الوقت الذي لم يكن فيه المنتخب مرشحا بتاتا. السؤال الذي يطرح، هل يمكن للمنتخب الذي يقوده الهولندي فيبرك أن يقدم صورة جديدة في كأس آسيا؟ هذا ما تأمله الجماهير الكروية التي يتوقع أن تزحف إلى الإمارات للوقوف خلف الكتيبة الحمراء التي يقودها أحمد كانو. قبل أن نختم مع الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم،
نتوقف أمام ملف من الملفات الصاخنة في المنطقة الخليجية، وهو هل ستقام كأس الخليج 24 بالدوحة حسب إعلان الاتحاد الخليجي لكرة القدم مؤخرا، وهل تعتقد بأن العقد الخليجي يمكن أن يكتمل في نهاية 2019؟ أبو سعيد، هل ستشارك 8 منتخبات وهل سيقام كأس الخليج في الدوحة بمشاركة جميع الأشقاء الخليجيين؟ والله نتمنى ذلك، لكن هو شوف الاتحاد الخليجي المكتب التنفيذي أوصى بأن تقام البطولة كأس الخليج 2019 في ديسمبر في الدوحة، لكن إن شاء الله راح يكون اجتماع الجمعية العمومية وهو رسالة الاتحادات قريب إن شاء الله على أساس يقروا هذا المقترح. أتمنى أن 2019 شارك كل المنتخبات، وأنا من وجهة نظري راح تشارك جميع المنتخبات، وين راح تشارك إن شاء الله. كان لك دور في مسقط عندما عقد الاجتماع الاتحاد الخليجي لكرة القدم على هامش جائزة الاتحاد الأسعود، كان لك دور بأن يكون هناك تجمع لجميع رؤساء الاتحادات الخليجية، أليس كذلك؟ هو كان اجتماع تشاور مع الاتحادات الخليجية على أساس أن يقام في اجتماع قادم إن شاء الله راح يعلن عنه قريب للجمعية العمومية. نعم، والحمد لله ماشيين على الطريق، على الطريق أن يكون في اجتماع من الجمعية العمومية الاتحاد الخليجي. نعم، لإقرار التوصيات اللي أقرأها. أبو سعيد، أيضا يعني استشفينا من البعض بأن هناك بعض الدول الخليجية أصبحت عندها الرغبة الآن للجلوس والتحاور والتلاقي، هذا نريد منك التأكيد أو من التوضيح يعني. لا والله صح، كما تفضلت إن في الرغبة موجودة من الجميع على طاولة الحدود، وهذا يعني اجتماع التشاور اللي كان موجود في مسقط الرغبة في إنعقاد الجمعية العمومية. يعني سنشهد حضور الاتحادات الخليجية بكاملها في اجتماع الجمعية العمومية القادم إن شاء الله. أين سيقام؟ لحد حين لم يحدد. طيب، هو كان على أساس أنه يقام في مسقط نهاية هذا الشهر، لكن الظروف كأس آسيا نهائيات تأجل. طيب وسعيد، أنتم أمامكم مهمة أيضا ستكون بعد كأس آسيا التحضير لكأس الخليج التي تم تحديد موعدها من الآن في نهاية 2019، كأس الخليج والمنتخب العماني حاملا للقب، كيف ستكون المهمة قبل أن نختم معك؟ مش نهاية كأس الخليج، تصفيات كأس العالم في نفس الفترة، يعني في سبتمبر 2019 راح يكون التصفيات. نعم، لا نتحدث يعني مثلا في ملف الكأس الخليج، أنت حامل لقب كأس الخليج وأمامك أيضا مهمة بعد في نفس السنة، عندك مهمة أيضا الحفاظ على اللقب، ليست المنافسة فقط، الحفاظ على اللقب أعتقد مهمة. لا نفكر إلا في كأس آسيا. نعم، بعد كأس آسيا إن شاء الله لكل حال تحديد. أنا يعني أقول لك راح نشتغل لإعداد المنتخب للتصفيات لكأس الخليج. 2019 سيكون عام مزدحم بالمشاركات، كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، كأس الخليج، هل الاتحاد جاهز لهذه المهام أو الاستحقاقات الثلاثة بأن يكون متواجد بشكل مميز ومنافس؟ إن شاء الله مثل ما كنا في الكويت. طيب أبو سعيد، إذا تسمح لي يعني نريد أيضا نستشر في المستقبل لكرة القدم في كأس العالم التي يترقبها العالم، يترقبها الجميع، وهذه المرة ستكون في منطقتنا في قطر 2022، هل تعتقد بأن منتخب عمان سيكون من ضمن الكبار في مونديال 2022؟ نتأمل ذلك والحمد لله، يعني نحن نشتغل على الوصول منتخب لكأس العالم. شكرا أبو سعيد على رحابة صدرك وعلى تقبلك لإجراء هذه المقابلة التي نتمنى أن تكون إن شاء الله هي مفيدة بإذن الله تعالى. هي شخصية هادئة جدا، ولكنه في نفس الوقت شخصية حاسمة في الوقت المناسب، نجح في أن يتعامل مع معظم الملفات بحنكة وذكاء. كان معنا ربان الكرة العمانية الشيخ سالم الوهيبي الذي يركز الآن على هدف أسيوي جديد. تحياتي.